وصلت لهالبلد شايل أحلامي وأمالي، لنتفائل بالخير حبيبي القادم أجمل وأحلى. عايش لوحدي وأفكر بشولي، لقاكم في نفس الوقت ده أرتاح لأنكم بخير. اصبروا وانتظروني لقانا في صباح جميل. أنا راجع للبيت اشتقت لكم. أنا راجع. أختي أنا مش عارفة أعمل إيه، الكمبيوتر بتاعي قديم وبطيء. أنا عارفة بس هنلاقي حل. اشتقت لكم. أنا راجع يا صحاب. لما أشوفكم تبتسموا بيبتسم قلبي معاكم، أحاول أخلي ولا دمعة تنزل من عينيكم الغالية. أفكر فيكم كل يوم في كل لحظة وكل مكان. مشتاق جلستنا على بيت بيتنا الجميل. رغم المسافة قلبي متعلق بالبيت. ثق بي أنا هنا لأغير حياتنا للأفضل. عايش لوحدي وأفكر بشوقي لقاكم في نفس الوقت ده أرتاح لأنكم بخير. اصبروا وانتظروني لقانا في. يا حبيبي أنا بعت لك تحويل بماني جرام لللابتوب بتاعي. أنا راجع للبيت اشتقت لكم. أنا راجع للبيت. أنا راجع اشتقت لكم. أنا راجع يا صحاب. أنا راجع للبيت اشتقت لكم. أنا راجع للبيت. أنا راجع يا بلادي اشتقت لكم.